ما هي أقدم الأعلام العربية؟ نبدأ بالعلم الليبي الذي اعتمد في عام 1951، وهو يرمز إلى الوحدة والاستقلال الوطني. في المرتبة الخامسة تأتي لبنان، تم اعتماد علمها في عام 1943، ويعتبر العلم رمزاً للاستقلال والهوية الوطنية اللبنانية. في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية، اعتمد العلم السعودي سنة 1932، ويمثل الوحدة والقيم الإسلامية من خلال اللون الأخضر والكتابة بالخط العربي التي ترمز إلى التراث العريق. تأتي الأردن في المرتبة الثالثة، حيث تم اعتماد علمها سنة 1928. أما في المرتبة الثانية فنجد المغرب، والذي اعتمد علمها سنة 1915، وتجسد الرمزية في العلم المغربي الربط بين القيم الوطنية والدينية، مما يعكس التراث الثقافي العريق والتقاليد التي يمتاز بها المغرب. وأخيراً في المرتبة الأولى تونس، علمها الجميل ذو التصميم البسيط والرمز القوي، اعتمد في عام 1827. الرمزية وراء الهلال والنجمة تعود إلى الاستخدام التاريخي لهذه الرموز في العديد من الأعلام الإسلامية، مما يعزز الرابط التاريخي والديني لتونس مع العالم الإسلامي.